يعني عارف انا مثلا ما بفكر في الهاند بول بالمناسبه، يعني الهاند بول يعني الزمالك خد البطوله في الدوري والكاس ولكن انت جيت في لا الدوري بس سبورتنج خد الدور الدوري انا اسف صح سبورتنج اللي خد كويس كويس ان انت فكرتني يعني عشان ما حدش ياخدها يقول حاجه دي. ف في الهاند بول احنا كسبنا بطوله السوبر اللي ودتنا كاس العالم يعني انت فاهم الفكره. فانتوا خدتوا كل حاجه بقى السنه دي، يعني السنه دي يا مودي انتوا خدتوا كل حاجه تقريبا. طبعا انا عايز بس اقول في البدايه مبروك لجمهور النادي الاهلي على الخمس بطولات دول، وعايز اقول لحضرتك ان الخمس بطولات دي يعني حاجه مش سهله في الباسكت خالص. لا خالص، هي حصلت في التاريخ مرتين اصلا، يعني مره للاتحاد السكندري ومره للجزيره، دي تالت مره. فدي حاجه صعبه قوي ان الباسكت المنافسات فيه صعبه جدا، في اهلي في اتحاد في زمالك في جزيره في سبورتنج، فان انت تاخد خمس بطولات من خمس بطولات دي حاجه يعني فعلا حاجه عظيمه. حاجه كبيره جدا بصراحه يعني. بعدين بقى لنا فتره طويله، بقى لنا من 2016 اخر دوري 2016 ما خدناش الدوري. اخر دوري 2016 بالظبط. فبرضو ان انت تاخد الدوري كمان، البطوله العربيه دي اعتقد كانت اول مره، كانت اول مره في تاريخ النادي، اول مره في تاريخ النادي. بس احنا ما اشتركناش كتير، يعني مش عشان احنا دخلناها وخسرناها كتير، احنا ما اشتركناش كتير في البطولات العربيه بغض النظر، بس هي اول مره تخش النادي بالزبط. يعني البطولات السنه دي من اول يوم او من اول بطوله لغايه البطوله لغايه الدوري كلها بطولات مفرحه وبعدين انتوا حاسين بالفارق ما قبل وما بعد، بمعنى ان قد ايه الناس بتهتم بيكوا دلوقتي، قد ايه الناس يعني الاهلاويه طبعا طول عمرهم، ولكن دلوقتي اصبح هناك شغف كبير جدا على العاب الصالات. طبعا انا بقول لحضرتك ان بالذات الباسكت انا بالنسبه لي مع جمهور الاهلي بطوله الدوري دي بالنسبه لهم تبقى زي الكوره كده، هو عشان في جمهور الاهلي وزمالك واتحاد ففي جماهيريه كتير في الباسكت. فاحنا البطوله دي بعيد عن الاربعه التانيين، احنا كنا واخدين عهد من اول السيزون عشان دي اللي هتلعبك بطوله افريقيه، هتلعبك كاس عالم انديه، فدي احنا كانت اهم بطوله عندنا. يعني رغم احنا كسبنا اربع بطولات بس كان عندنا ضغط جامد جدا في البطوله دي، يعني كان لازم نكسبها باي طريقه، يعني حتى الفرقه كلها مش حاطه سيناريو ان انت ممكن تخسر. طبعا ربنا ممكن يكون يعني ما وفقناش بس احنا كنا مش شايفين حاجه احنا لازم نكسب. فالحمد لله ربنا كرمنا في الاخر يعني بيها الحمد لله.